انت يا حيوان يا اللي ورا، مين اللي قال لك تشغل السرينه؟ انت مش عارف ان صوتها بيعصبني؟ انت ايه؟ بس صدقت. حاضر يا فندم. هو الواد ده يا باشا ما بيصدق يحط ايده على السرينه، مع ان العربيه اللي معاها قديمه وخلاص موضتها بطلت، انما العربيات الحديثه بسم الله ما شاء الله صوتها كده حاجه يفرح. ايوه صوتها مزيكي. اسمع كده يا باشا. اتهبل يا ابني، مش سامعني بقول للي ورا السرينه صوتها بيعصبني؟ يا باشا انا حبيت اسمعك صوت دي، مش احسن من ديك ايه؟ احسن من ديك ايه؟ وانا جاي ناقص سراين يا ابني. اسمع، لما ننزل المأمورية مش عايز هبل واستعباط، ما تضحكوش علينا الضابط بتاع امن الدولة. انا بقول لك اهو ده لسه منقول وشكله كده لا طايقنا ولا طايق نفسه. بقول لك ايه، مش عايز اسمع كلمتين منه على الفاضي. هو يستجري يقول لي سعادتك نص كلمة؟ ايه ده، احنا كنا نتويه في البحر. وبعدين هو شايف نفسه على ايه؟ ايه ده، يا دوب حتة نقيب. وبعدين سعادتك بسم الله ما شاء الله عقيد، بقالك 7 سنين وعلى وش لوي. ماشي، هوصل له الكلام ده اول ما نقف، هقول له الكلمتين دول. اما اشوف الكلام بقى طالع من قلبك ولا من ورا قلبك. يا باشا انا صاحب عيال، انا صاحب عيال والنبي. وبعدين انا كنت بقول بفضفض معاك بكده بكلمتين وبس. بفضفض؟ طب سوق سوق وانت ساكت. حاضر. من بكره العربيتين دول يروحوا للكهربائي. السرينه دي تتفصل والسرينه دي تتفصل. انا خلاص ما بقتش مستحمل، اعصابي باظت. انا قلت اهو. الف سلامه على اعصابك يا باشا، الف سلامه.